الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطن. وتوفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا لكتاب فتح الولي الحميد في شرح كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. فتح الولي الحميد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا، يشرح الدر النضيد للشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. ونحن في ليلة الخميس، ليلة الثامن من جماد الأولى لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 25 من الشهر الأول لعام 18 و2000. وقد وقفنا على قول الشوكاني رحمه الله: وينضم إلى ذاك ما يظهره الشيطان. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤلف والشارح وللمسلمين أجمعين. اللهم آمين. قال رحمه الله: وينضم إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس من قضاء حوائج من قصد بعض الأموات الذين لهم شهرة وللعامة فيهم اعتقاد، وربما يقف جماعة من المحتالين على قبر ويجلبون الناس بأكاذيب يحكمونها عن ذلك الميت ليستجلبوا منهم النفور ويستدرؤوا منهم الأرزاق ويقتبسوا مفاجر ويستغرقوا من عوام الناس ما يعود عليهم وعلى من يعودونه ويجعلون ذلك مكسبا ومعاشا، وربما يكونون على الزائد ويوقدون في المشهد الشموع ويوقدون فيه الطين ويجعلون لزيارته مواسم مخصوصة يتجمع فيها الجمع الجمع، فيظهر الزائر ويرى ما يملأ عينه وسمعه من ضجيج الخلق وازدحامهم وتكالبهم على القرب من الميت والتمسح بأحجار قبره وأعوابه والاستغاثة به والالتجاء إليه وسؤاله قضاء الحاجات ونجاة الطلبات مع خضوعهم واستكانتهم وتقريبهم إليه نفائس الأموال ونحرهم أصناف النحايا. فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة وانقراض القرن بعد القرن، يظن الإنسان وهذه عمره وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم القربات وأفضل الطاعات، ثم لا ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك، بل يذهب عن كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه. وإذا سمع من يقول ذلك أنكره ونبى عنه سمعه وضاق به ذرعه، لأنه يبعد كل البعد أن ينقل دينه دفعة واحدة في وقت واحد عن شيء يعتقده، عن شيء يعتقده من أعظم الطاعات إلى كونه من أقبح المقبحات وأكبر المحرمات، مع كونه قد درج عليه الأساس ودب فيه الأخلاق وتعاودته العصور وتناوبته الذكور، وهكذا كل شيء يقلد الناس فيه أسلافهم ويحكمون العادات المستمرة. حسبك. نعم. نقرأ الآن تعليق الشيخ الفوزان وينضم إلى ذلك. قال حفظه الله: قوله وينضم إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس، قال: أي من الشبه التي يلهي بها القبوريون في تبرير ما هم عليه من دعاء الصالحين والاستغاثة بالأموات، أنهم يقولون إنه يحصل لنا مقصدنا وتقضى حوائجنا ويحصل لنا ما طلبنا، فهذا دليل على جواز ذلك ويرد على هذا بأمور. نعم. يقول: ينضم إلى ذاك ما يظهره الشيطان. الشيطان يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير، وأصحاب السعير الذين هم أصحابها المخلدون فيها. فذلك يحرص الشيطان أن يوقع بني آدم في ماذا؟ في الشرك الأكبر، حتى يكون هذا المشرك صاحبا للنار مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا. فأعظم ما يدعو إليه الشيطان وأعظم أهدافه وغاياته أن يوقع الإنسان في الشرك الأكبر. فإن عجز وإلا وقعه في الشرك الأصغر، والشرك الأصغر ما كان وسيلة للشرك الأكبر. فإن عجز وإلا وقعه في البدع، والبدعة قرينة الشرك،
كما أن شهادة أن محمد رسول الله قرينة لشهادة لا إله إلا الله والاتباع قرينة التوحيد، كذلك البدعة قرينة الشرك. فالشرك يحبط أو ينقص شهادة لا إله إلا الله، والبدعة تنقض أو تحبط أو تنقص شهادة أن محمد رسول الله. فذا قال العلم البدعة قرينة الشرك. بل من البدع ما هو الشرك، ومن البدع ما هي بدع كفرية تخرج ملة الإسلام. فلذلك يحرص الشيطان على أن يوقع الناس في المحدثات. قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها. فذاك تجد من المحدثات ما هي إيش؟ ما يحدثه عباد القبور وأولياء القبور في المقابر وفي المزارات مما سيذكره الشيخ أو ذكره، حتى يتعلق الناس بغير الله عز وجل، فحينئذ يوقعهم في الشرك فيكون أصحاب من أصحاب السعير. إن استطاع لأوقعهم في الكبائر، والكبائر هي دون البدع وشأنها خطير، ولذلك توجب لصاحبها النار إلا أن يتجاوز الله عنه، إلا أن يتجاوز الله عنه، فما لا تكفر الكبائر إلا بالتوبة. فإن استطاع لأوقعهم بماذا؟ في الصغائر، والصغار أيضا لها شأن عند الله عز وجل، فما زال الإنسان يصر على الصغار حتى تكبر، فالإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. فحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من إيش؟ محقرات الذنوب، وشبه تشبيها بليغا فقال إياكم محقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما نضج عليه خبزهم، عود 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 أشعلوا نار خبزوا عليها. صغار الذنوب هكذا، ذنب على ذنب على ذنب حتى تكبر. فإن استطاع أن يوقع الشيطان بني آدم في صغار الذنوب، وإلا وقعه في المكروهات، والمكروهات هي المبغوضات التي هي تركها أولى من فعلها، وبعض الناس يتهاون في ذلك، يقول حرام حرام، لا مش حرام، مكروه، قال مكروه، فيأخذ سبيلا لنفسه، المكروه افعل ولا حرج، لا، المكروه تركه أولى من فعله، ومن تركه امتثالا لأمر الله ورسوله يؤجر. وكثرة الوقوع في المكروهات سبيل لأن يقع الإنسان في المحرمات. فإن استطاع ولا أوقع الشيطان استطاع، وإلا أوقع بني آدم في ماذا؟ في كثرة المباحات، يجعله يتوسع حتى يبذر. قال جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالإسراف والتبذير هذا الخطوة الأولى للشيطان حتى يوقع الإنسان يتدرج به. والله يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة خطوة حتى يجعله من أصحاب السير. فلذلك يزين لابن آدم ماذا؟ الشرك الأكبر. وقد ذكر الله عز وجل عن قوم سبأ أنهم كانوا يسجدون لمن من دون الله؟ للشمس. ماذا قال؟ قال وزين لهم الشيطان أعماله في سورة النمل، وزين لهم الشيطان أعمال فصدوا عن السبيل فهم لا يهتدون. قال جل وعلا أن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه وهو من عباد الأصنام، قال يا أبتي لا تعبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمر بعبادة الأصنام. وأول ما وقع الشرك في الخليقة في قوم نوح عندما صوروا تصاوير بوحي من الشيطان وعكفوا عندها، فلما طال الزمن وأتى جيل بعده أتاهم الشيطان وقال أباءكم ما صورها التصاوير إلا لأن لها عند الله قربة، فما زال بهم الشيطان حتى عبدوها من دون الله. الشيطان، الشيطان عدو لا يستهان به. بعض الناس يظن كلمة الشيطان هذه تطلق على الطفل المشاغب، شيطان شيطان، لا، الشيطان خطير جدا، عدو مبين، أقسم بعزة الله لا يغوين بني آدم، فالحذر الحذر منه. فإذاك سيذكر لنا الآن الشيخ ماذا يفعل الشيطان بعباد القبور عباد الأولياء. له طرق، له سبل، نعوذ بالله من. طيب يقول لهم الشيطان أنكم إذا جئتم إلى هذه المزارات تعافيتم وتشافيتم، وكم من إنسان كان مريضا فذهب إلى المقابر، ذهب إلى المزارات فتشافى، رجع متشافيا متعافى. فالرد على هؤلاء أولا، نعم أقرأ. قال والرد على هذا الأمور أن الدليل هو ما جاء في الكتاب والسنة لا سيما في أمور الاعتقاد. أولا
الدليل أولا أن الدليل هو ما جاء في الكتاب والسنة لا سيما في أمور الاعتقاد. يعني يجب أن نتبع الكتاب والسنة، ليس في الكتاب والسنة دعوة إلى شد الرحال للقبور والتمسح بها وبسياجها وتنويرها وتعظيمها وترصيصها بالذهب والفضة، ليس من الكتاب ولا من السنة. نعم قد ترد بعض الأدلة التي لا تصح ولا تثبت، كما رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام زورا وبهتانا أنه قال: من اعتقد بشيء نفعه، أو من اعتقد بحجر نفعه. لا لا لا، ما نعتقد إلا بالله عز وجل، بيده ملكوت السماوات والأرض. أما الأحجار والأوثان والقبور وغيرها ما لا تنفع ولا تضر، لا تكشف ضرا ولا تجلب خيرا ولا تدفع ضرا، دفعه ولا دفعه ولا كشفه. دفعه يعني ما تحمي الإنسان قبل أن يقع، كما يفعل بعض الناس، علق تميمة أو شيء يقول إيش حتى تدفع عن الحسد، تدفع عن العين. وكشفه يعني إذا وقع فإنه يتصرف بأشياء باطلة حتى يكشف عنه الضر. لا، ربنا جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أيلاهم مع الله قليلا ما تذكرون. ربنا جل وعلا يقول: وإذا مرضت فهو يشفيني. أما هذه الأشياء ما لا دليل عليها الكتاب والسنة أنها لا تدفع ضرا ولا تكشفه ولا تجلب خيرا. نعم. يعني حتى لو ذهب إنسان ووجد أنه قد تشافى أو تعافى أو استفاد فلا يعتقد ذلك، لأن لا دليل من الكتاب والسنة على مشروعية هذه الأشياء، والدليل هو الكتاب والسنة. هذا واحد. ثانيا أن المقصود لا يدل على الجواز، قد يحصل هذا بسبب أحد أمور: إما أنه صاد القضاء وقدر فحصل هذا بالقضاء والقدر، لا من أجل الالتجاء إلى الأموات وإلى قبرها، ولكن لأن الله قدر هذا، وحتى لو لم تذهب إلى القبور فما دام الله قدره لك فسيحصل. صحيح، هكذا. يعني أحيانا يوافق قضاء الله وقدره أن هذا الرجل كتب له الشفاء في اليوم الفلاني، فذهب القبر الفلاني أو المشعوذ الفلاني أو الكاهن الفلاني أو تمسح أو علق أو أخذ تربة أو أخذ حجرا فجاءه الشفاء في اليوم اللي كتب الله أن يتشافى فيه، فيظنون أنه تشافى من هذه الأفعال الشيطانية الشركية. نعم، بعض النساء لا تحمل سنة سنتين ثلاث أربع خمس، فإن شاء الله بعد 10 سنوات 5 سنوات 9 سنوات أكثر أقل تحمل، فقد يكون كتب الله لها الحمل في هذا العام، وفي هذا العام هي ذهبت إلى المزار إلى القبر إلى الولي فحملت، وافق أن ذهابها إلى ذلك المكان في العام الذي كتب الله لها الولد، فظنوا بأن هذا إيش بسبب وبركة الذهاب إلى هذه الأماكن. هذا وارد. نعم. قال ثالثا: يقال قد يحصل هذا استدراج لمن يفعل ذلك، وهو من باب الاستدراج والإنذار ليزداد هذا من الإثم. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نعم، وهذا الاستدراج خطير جدا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فأنت في اختبار وابتلاء، فقد يختبرك الله عز وجل ينهاك عن شيء فلا تجد نفعا وفائدة إلا باقترافك ما نهاك الله عنه. يختبرك الله عز وجل، أما أمر الله بالصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدة، وأمر الله أن نكون مع الصادقين قال: وكونوا مع الصادقين، ونهانا عن الكذب قال: ويل يومئذ المكذبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لا تكذب، والكذب خيبة كما قال، وإلا يذهب إنسان ويجرب
كلما كذب كلما زانت أموره، ها؟ كلما كذب كلما صار الأحسن وزاد رزقه وحبه الناس، فيبتلي الله عز وجل العبد. بينما ذاك الإنسان الصادق تجد الناس قد يكون منبوذا، قد الناس لا يتعاملوا به معه، قد يتهم الناس بالكذب وهو أصدق الصادقين، كما اتهم من الرسل ابتلاء. فحينئذ لا يجوز إنسان أن يقترف ما حرم الله عز وجل، فقد يكون هذا ابتلاء واختبار. أتصبر أم تجزع؟ أتؤمن أم تكفر؟ أنت في ابتلاء في كل لحظة، في الليل في النهار في السفر في الحضر في الغنى في الفقر في الصحة في المرض، أنت على طول مختبر. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أكذا تظنون؟ حسب الناس ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذا ابتلاء من الله عز وجل، فلا بد المسلم يحترز. حرام لا تذهب، لا تتعلق بغير الله، هذا الشرك، لا تعلق تمائم، لا تتعامل مع الكهنة، لا تأتي كاهنا، لا تسأله، لا تصدقه. فمن تجاوز أمر الله عز وجل وفعل ما حرم الله وأتت النتيجة إيجابية فليعلم أن هذا استدراج وابتلاء واختبار، وقد وقعت فيما حرم الله عز وجل، نسأل الله العافية. نعم. وقال تعالى الله أكبر. تدبر هذه الآية، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. نسوا هنا، نسوا معنى إيش؟ تركوا ما أمر الله به، تركوه، تخلوا عنه، خالفوه، تعمدوا المخالفة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، الذي تبادر الذهن بما أنه نسوا ما أمر به أن يعذبهم الله، لا، ربنا يقول لا، لما نسوا فتح عليهم أبواب كل شيء، الخير والمطر والفواكه والجو والصناعات والتطور. لكن الله ماذا يقول؟ يقول حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهكذا يقع العذاب أبلغ. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذوا لم يفلت. نعم، هذا من مكر الله عز وجل، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. فقد يملي الله على الظالم ويملي الفاسق والفاجر، وكلما ازداد فجورا وإثما وظلما زاد رزقه وتمكن أكثر وأعطاه الله، لكن إذا أخذه لم يفلت، وحينئذ تكون العبادة العذاب أبلغ فيما لو أنه وقع في يعني أو قسمه الله في لحظته مباشرة. قال أخذناهم بغتة أي فجأة، فإذا هم مبلسون أي يائسون وقد أحاط بهم العذاب. نعم. القبوريون نسوا ما ذكروا به، والله عز وجل ما الذي ذكر به القبوريون؟ ما الذي ذكر به؟ ذكروا بقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ذكروا بقول الله لا تدعوا مع الله إلها آخر، ذكروا بقوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادي سيدخلون جهنم داخرين، ذكروا بقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ذكروا بقول الله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفين، ذكروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ذكروا بالتوكل على الله وحده ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، توكل على الله، استرزق الله، اتق الله يأتيك الرزق، لا تستعجل رزق الله بمعصية الله. ذكروا ذكروا لكنهم نسوا ما ذكروا به، فلجأوا إلى القبور والمشعوذين والكهنة والمزارات، وتعلقوا بأستار ذلك القبر وبجدرانه
وبالسياجه، قربوا له القربات وذبحوا له الذبائح وخشعوا عنده وسكبوا من الدموع ما سكبوا. فهؤلاء لا يغنيهم هذا من عذاب الله شيء، نعوذ بالله. نعم. نعوذ بالله. نعم. رابعا، ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من ان الشياطين تتمثل بصور الاموات وتاتي الى الاضرحه وتخاطب هؤلاء بلسان الميت وصورته وتقول نقضي لك حاجتك فتصدر لك حوائجك ولو بالسرقه ولو بالسرقه من اموال الناس، فالشياطين من الجن يسرقون من اموال الناس ويعطونها لكم من باب التغرير بهم، وهذا مجرد أنهم يسمعون أصواتا في الطريق بأني قد أجبتكم قد قضيت حوائجكم، فيظنون أن هذا المتكلم هو الميت وهو الشيطان من أجل أن يضلهم، كما ذكره الشيخ رحمه الله في كثير من كتبه، وقال إنه شاهد شيئا من ذلك فلا يضطر بهذه الأمور. وكما ذكرنا أولا أن الدليل هو ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع لا سيما في أمور العقيدة، وكل من خالف الكتاب والسنة فهو ضلال واستدراج، ومن الشياطين التي تضر الناس، فلا يحتج بالأصول المقصود مع مخالفة الدليل من الكتاب والسنة اللذين يحرمان الاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات والقائلين. نعم، هذا أمر خطير، قد يذهب القبور إلى القبر فيكلم الميت المقبور، يا فلان، يقول نعم، سلم عليه رد عليه السلام، يقول جئتك الحاجة الفلانية، قال سأقضيها لك، ادفع كذا، يسمع صوت يكلمه. ذكر العلم أن الشياطين هم الذين يتكلمون لا الميت، انت كيف تعرف المتكلم الميت ولا الشيطان؟ أما الميت ميت، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بمسمع من في القبور ميت. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة عمه أبا طالب جاء وقال يا عم قل لا إله إلا الله، القصة المشهورة في الصحيحين، وكان أبو جهل وصاحبه يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك عند الله يا عم، فمات. قال هو على ملة عبد المطلب ومات. هل الرسول صلى الله عليه وسلم استمر يكلمه بعدما مات يقول يا عم قل لا إله إلا الله؟ هل كلمه؟ لا، وإنما قال لأستغفرن لك ما لم أنهى، فنهى الله أن يستغفر له. فلو كان الميت يسمع لكلم النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب، لكن الميت ما يسمع، الميت ميت. الله عز وجل يقول وما أنت بمسمع من في القبور. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله له ذلك، فإن قال قائل ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب قتل أحد، عفوا قتل بدر، صناديد قريش قتلوا وألقوا في قليب، أتاهم بعد زمن فخاطبهم فقال يا أهل القليب إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدت ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله كيف تخاطبهم وقد أرموا وصاروا رميما، ميتين صار لهم فترة. فقال ما أنتم بأسمع منهم لي، هم يسمعون أكثر منكم وأنتم جالسين أحياء، فهذا دليل عليهم لا لهم. استدلوا بي على ماذا؟ على أن الأموات يسمعون، وهذا دليل عليهم لا لهم. كيف؟ لو كان مستقر عند الصحابة أن الأموات يسمعون ما قال عمر يا رسول الله كيف تكلم وقد أرموا. انتبهتم؟ معلوم عندهم أن الميت ما يسمع، فتعجب عمر كيف تكلموا يا رسول الله، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أسمع له منكم، مما يدل على أن هذا السماع سماع خاص، أراد الله عز وجل أن يوبخ هؤلاء، وكانوا يتوعدون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نحن جميع منتصر، فرد الله عليه وقال سيهزم الجمع ويولون الدبر، فقتل منهم 70 وولى الباقي وأسر منهم من أسر.
فكانوا جاءوا بطرا ورياء أنهم يريدون القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فوقعت بهم هذه القتلة، شر قتلة ماتوا. فأراد الله أن يوصل لهم صوت النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ماتوا، هذا خاص، لأنه إيش عامنا كل ميت يسمع، وإلا كيف تعمل بقول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. ومثل هذا السماع الخاص سماع الميت لقرع النعال إذا انصرف المشيعون عنه، هذا إذا خاص. ومثل ذاك سماع النبي عليه الصلاة والسلام لسلام من سلم عليه، فهذا يسمع السلام عليه الصلاة والسلام، ما يسمع دعاء، ولا يجوز أن يدعى من دون الله. الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذاته أمر أن يدعو الله وحده لا شريك له. قال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تجعل مع الله إلها آخر. فهذه شبهات يتعلق بها وهي مردود عليه والحمد لله. الميت لا يدعى، الميت هو بحاجة للدعاء، لا أن يدعى وإنما يدعى له. إذا مات ابن آدم قطع الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان الأموات. فالميت يدعى له، لا يدعى، لا يسأل، وإنما يدعى له، يدعى نسأل الله له أن يغفر له وأن يعفو عنه وأن يتجاوز عنه ونحو ذلك. فإذا الشياطين هي التي تتكلم، تكون هناك يعني معتكفة عند المزارات والقبور فتكلم الناس: إنه يراكم هو وقبيل من حيث لا ترونهم. الشيطان يرانا ولا نرى، الجن سمي الجن لخفائه. فيأتي الناس ما يرى الشيطان، الشيطان يراك وأنت لا ترى. إنه يراكم هو وقبيل من حيث لا ترونهم، فهو الذي يتكلم الشيطان. ومثل ذلك أولئك المشعوذون الذين يقولون نحضر الأرواح، فيأتي واحد كان بينه وبين والده خصومة، أو بينه وبين صاحبه خصومة، فمات والده أو صاحبه، فيندم ندما شديدا، فيقول هناك فلان يحضر الأرواح، يحضر لك روح والدك وتتفاهم معه وتتسامح منه. وهذا يعني يعجبه أن يلتقي بأن يسمع والده بعد أن مات ويتسمح منه. فيأتي لهذا ويقول: والدي كذا وكذا، خلاص تدفع المبلغ الفلاني يحضرك، واسمع كلمه، والوادي سلمة سلم عليه وتكلم معه. وهذا الشيطان له قدرة على أن يقلد الأصوات، شيء غريب هذا، ما في الناس تقلد أصوات بعضهم بعضا في اليوم، أجهزة متطورة تخلي صوت الرجل امرأة وامرأة رجل وحاجات ولا لا، فيقلد الصوت وليس بضرورة يتكلم معه، يقول نعم ولا كلمتين وصدق هذا أنه فعلا حضر روح والده. والذي يتكلم روح والده ولا شيطان؟ شيطان، يمكن روح والده، كيف نعرف؟ ربنا يقول في كتابه: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم العلم إلا قليلا. والله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلم عن الروح، الأرواح هذه من أمر الله عز وجل، ما يحضرها فلان وفلان. ولو كان تحضير الأرواح أمر ممكن لحضرت الأرواح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يهود يسألون النبي عليه الصلاة والسلام: جئنا نسألك عن الروح، فيسكت الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عنده جواب حتى ينزل القرآن: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم العلم إلا قليلا. إذا هذه الشياطين اللي تتكلم ليست الأرواح. وإذاك من الطرائف المفيدة النافعة أن رجلا سكن قريبا من الشيخ الألباني رحمة الله عليه في سوريا أظن، أو في الأردن، يمكن الأردن، وزعم أنه يحظ الأرواح، فذهب إليه وقال: تحظ الأرواح؟ قال نعم. قال: حضر لي روح البخاري، أريد أن أسأل بعض المسائل الحديثية. هذا الشيخ عالم كبير راح يسأل أسئلة دقيقة، وين الجن اللي يعرف علم البخاري؟ فالرجل هذا اعتذر وتلكأ وانصرف من اليوم الثاني. نعم، هؤلاء تعاملوا مع الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، تعليم شيطاني. الشيطان يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فلذلك
المسلم بالعلم يتنور يتنبه يفهم ان هذه كل لعب شيطانيه وان هذا ما في شيء اسمه تحضير ارواح ولا موت يكلمون الناس وانما هي الشياطين تتكلم. كذلك من اساليبهم ان يكون هذا المريض فيه صرع جن شياطين قد تلبسوا فيه، فاذا ذهبوا به الى المزار او الى الكاهن عنده شياطين اقوياء اقوى من الشيطان اللي في هذا المريض، فيدفعوا له فيسلط شياطينه المتسخر له على الشيطان اللي في هذا المصروع فيخرجونه، فيظنونه قد تشافى بفضل ذهابه الى هؤلاء، والمسألة شياطين بشياطين. كذلك ممكن ماذا؟ ان الشيطان منذ ان يتعلق الانسان بغير الله عز وجل يسحب نفسه. لماذا يسحب نفسه؟ حتى يبقى الانسان ماذا؟ متعلق بغير الله. فاذا تعلق بغير الله ومات على ذلك كان من اصحاب السعير. والله يقول عن الشيطان ماذا؟ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا انما يدعو حزبه ليكون اصحاب السعير، هذا هدفه. فممكن يخرج حتى يتعلق هذا الانسان بغير الله عز وجل ويعمل دعايه بعد، وكل مره انسان في شيء قال اذهب انا بنفسي كلمه اسال المجرب ولا تسال طبيب، اذهب المزار الفلاني ولاسم النساء اذا ذهبت وحملت قد يكون هذا الحمل كما قلنا لكم قدر الله ان يكون في هذا العام فتظن من الزياره. بل جاءت بعض الاخبار ان الشياطين لها علاقه في ايش؟ في منع الحمل، تقتل الاجنه في بطون الامهات. فاذا ذهبت تلك المراه واجريها اللازم بفعل الشياطين وخسرت دينها ودنياها واخرتها صارت اكبر داعيه للشرك. كلما رأت امرأة تأخر عند الحمل اذهبي إلى فلان اسألي مجرب ولا تسأل طبيب. فتعلق بني آدم في الشرك، وهذا ما يريده الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان. انتبهوا، الشيطان خطير جدا، لا تتهاون بأمره، وإنما يعينك الله عز وجل عليه بكثرة الاستقامة والاستعاذة بالله منه وكثرة الذكر. وإلا الشيطان له سبل، له حبال، له خطوات، عنده تزيين، عنده دعوة، نعوذ بالله منه. نعم. قال قوله ليستجلبوا منهم النذور، قال استدلت على الحضور ومن وراءكم ممن ينتفعون من هذه الدخول التي تأتي من المزارات الشركية، يكتبون كتابات ونشرات يوزعونها على الزائرين فيها أكاذيب من أن هذا الميت فعل كذا وكذا إلى آخره، فيوزع منها على المساكين والمساكين محتاجون يريدون قضاء حوائجهم بأي وسيلة، فيصدقونه وأنه يجب عليك أن تدفع كذا وكذا إن كنت تريد قضاء حوائجك، فيحصلوا على هذه الموارد ويقتسمونها، وربما أن بعض الدول تحميهم أيضا لتأخذ من هذا المبلغ، تأخذ ضريبة على صناديق النذور. بعض الحكومات ملايين تجمع من هؤلاء المساكين، صناديق النذور. والسدنة هناك يحكون حكايات وقصص، وربما طبعوها ووزعوها وباعوها عند المزار، أن فلان أتى وحصل له كذا وفلان حصل له كذا، وقصص واقعية، وهذا عنده كرامة ويفعل ويعطي ويشافي إلى آخره. فذكر لي أخ توفاه الله رحمه الله تعالى، وهذه فرصة ندعو له، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، أخ موحد، أخ مصري موحد، يقول هو حدثني، يقول ذهبت بنفسي إلى طنطا حيث مزار البدوي في طنطا مصر، هو رجل صاحب سنة رحمة الله عليه، يقول لينظر أحوال هؤلاء، وإلا في كتيبات عند المزار هناك تباع في فضائل البدوي. قال فأخذت رسالة من هذه وصفحت فيها قرأت، وإلا أجد فيها الآتي، أن البدوي يقول سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ورد الثالثة، يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا هذا البدوي سأل ربه ثلاثا، ما هي؟
قال سألت ربي ألا يدخل النار من زارني. شوف عشان تصير دعاية مستمرة لإيش؟ لزيارة. فقال الله عز وجل هذه لك. الثاني قال وسألت ربي ألا يدخل النار من زار من زارني، لأن الحر يذهبون كالحج، ها يرجع راجع من الحج فيزورونه جاي من هناك، طبعا يشتري حاجات هناك، هناك في زحمة، شاة تنباع وناس مبسطة ودحلات ودكاكين مثل الحج، شلون واحد جايب صوغة من الحج هدايا كذا. قال فسألت ربي ألا يدخل النار من زار من زارني، فقال الله هذه لك. هذا البدوي، ها شلون قال الله له وحي ما تدري. قال وسألت الله أن يدخلني النار، أعوذ بالله من النار. النبي عليه الصلاة والسلام يستعذ بالله من النار، وهذا يسأل رب أن يدخل النار. فقال الله عز وجل أما هذه فلا. لما؟ قال كيف أدخلك النار ولو دخلتها وتقلبت فيها لصارت حشيشا، فكيف أعذب أعدائي؟ وهذا مشكلة، يدخل النار تتحول إلى إيش؟ حشيش وزهور وأعشاب، بعدين شلون ربنا يعذب؟ هذه لا. المشكلة كيف ناس يصدقون هذا؟ ما أدري والله، كيف تصدق هذا الكلام؟ ها؟ نار جهنم وقودها الناس والحجارة، جاءت فيها عشرات بالمئات الآيات في وصفها وفظاعتها وحجمها وعمقها، يدخلها هذا ويتقلب فيها تتحول حشيش. والله المستعان، كلام الشيخ هذا في الصميم فعلا. السدنة هناك يعملون دعايات وقصص وحكايات، ونعم سبق أن جاءوا ناس قبلك وصار لهم كذا وحصل لهم كذا، ووزعوا نشرات تدفع أكثر تماما كأفعال من إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. هؤلاء الآن اليوم بالصوت والصورة تشوفهم، ادخل يوتيوب شوف صناديق النذور، إذا فرزوا الأموال هذه يعني غرفة كاملة مليانة فلوس، يشيلون لها العملات مع بعضها، العشرة مع العشرة والعشرين مع العشرين والخمسة، والله جبل جبل أموال، ومجموعة كبيرة جالسين ويعدون يحطون كذا، وتعالوا يقرأوا الرسائل يضحكون على الناس، الرسائل اللي حاطين في الصندوق، اللي تبي تحمل واللي تبي شفاء واللي تبي زواج واللي تبي واللي تبي، وهذول يفتحون الرسائل يضحك ويصوروا أنفسهم، يعني شوف شوف الخذلان، يصوروا أنفسهم والناس تشوف كيف قاعد يضحكون على الناس ويقرون رسائلهم، وكيف الأموال جبل، وقاعدين 20-25 واحد قاعد يحسبون الأموال يفرزونها من صناديق النذور. كيف هذا؟ هذا لو تبين له الحق يتراجع، هذا لو تبين الحق، هذا هؤلاء السدن لو تبين الحق يتراجعون، هم يتكسبون هذا الكسب أبدا. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من سوء الحال. نعم. قوله ويجعلون ذلك نكسبا ومعاشا، أي حرفتهم أنهم يعيشون على الأضرحة ويبرعون للمساكين بالقول وبالكتابة، فيكتبون كتبا ونشرات ويتكلمون ويخطبون عند القبر وأنه يفعل كذا وكذا، فالمسكين يصدقهم في هذا ويبذل مالا ليحصل على حاجته. نعم. قوله ويجملون قبره بما يأمر في عين الواصلين إليه، أي ربما يجملون القبر بالزخارف والستائر والبخور والمصابيح الكهربائية، ليتأثر الزائر من هذا الطريق الذي عليه هذه الأمور وهذه الزخرفات وهذه البنايات، فيأخذه الإعجاب بهذا المنظر فيقول ما عمل معه كذا إلا لأن له شأنا، فيغتر بهذا وهذا واقع الأضرحة، يجملونها ويزينونها ويزخرفونها ويعملون لها تهاويل تبرر بالعوام والجهل. قوله ويوقدون فيه الطيب، قال من أفقر أنواع البخور. قوله ويجعلون لزيارته مواسم مخصوصة، أي ويجعلون له مواعيد، أنت تأتي يوم كذا وأنت يوم كذا، وهذا من باب الترتيب، وأن هذا الشيء لا ينال إلا بترتيب. نعم. ومن مواسم المولد، مولد الولي الفلاني، أنه مولود في التاريخ الفلاني، فهذا اليوم يذهب الناس كأنه يوم عرفة، يعني موعد
كل سنة يكون هناك جمهرة كبيرة. نعم. قوله وازدحامهم وتكالبهم على القرب من الميت فيضطر بشيئين، الأول بكثرة الزائرين وضيقهم، الثاني بما يرى من الزخرفات والزينة والأشياء الهائلة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القبور ولعن من فعله، وأخبر أنه فعل اليهود والنصارى، وكرر هذا في آخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم إشفاقا على الأمة أن تفعل ما يفعله اليهود والنصارى من التزيين والتصاوير والأشياء التي تضر الناظر إليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا وشدد فيه ولعن من فعله وكرر هذا نصيحة للأمة. قوله فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة، أي إذا تطاول الزمان على هذا الطريق وزيارته الأجيال، وزارته الأجيال، أي إذا تطاول الزمان على هذا الطريق وزارته الأجيال وهم يستدلون بهذا على أن هذا مشروع وأن عليه الناس جيلا بعد جيل. قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فليس هناك شك أن تطاول الزمن على الباطل يروجه، ومن هنا يجب على ولاة الأمور أن يحسنوا هذا الأمر وألا يتركوه ويتساهلوا في شأنه، فعليهم أن يبادروا بإزالته قبل أن يستمر ويضر الأجيال اللاحقة. نعم. قوله ثم لا ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك بل يذهب عن كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه. قال إذا تأصلت الشبهة في القلب وتمكنت صعب اجتثاثها، ولو تعلم الإنسان ولو صار في المرتبة العلمية لا ينفعه هذا. ولذلك يقولون فلان دكتور، فلان ذو مرتبة عالية في التعلم وفي التعليم، وهو يزاول هذه الأمور ويدعو إليها. هذا الذي ضلل الناس لا سيما وأن هؤلاء علماء الضلال يدرسون الناس في المساجد ويدرسون في الجامعات وهم أهل ضلال وعقائد باطلة، فهذا مما يضر الناس. فيجب أن يبعد هؤلاء عن التدريس في المساجد والمدارس ويجعل بدلهم مدرسون صالحون في دينهم وعقيدتهم. نعم. قوله وإذا سمع من يقول ذلك أنكره ونبى عنه سمعه وضاق به ذرعه، أي إذا سمع من يحذر من هذا فإنه لا يلتفت إليه لأن الله أضله. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإنسان إذا زاغ وتمكن الضلال من قلبه فلا حيلة فيه، فهذا مما يوجب على ولاة أمور المسلمين أن يمنعوا هذه الأمور وأن يبادروا في حسمها بالقول وبالفعل، وبالقول هذا على كل عالم وبالفعل على من كان له سلطة. قوله لأنه يبعد كل البعد أن ينقل دينه دفعة واحدة في وقت واحد عن شيء يعتقده. قال يعني أن انتقال الدين الذي غرق في هذه الشبهات صعب، وقليل من يرجع عن هذا الضلال إلى الحق، إنما يرجع منهم أفراد والكثرة لا ترجع. ومن العلماء من يقول أنا لست ملزما بشأن الناس، وهذا ليس بصحيح، ويخلد إلى الأرض ويترك الدعوة والبيان ويختم ما آتاه الله من العلم. ومنهم من يوافق على ما عليه الناس ويقول هذا صحيح، والذين ينكرون هو صحيح. ويقول هو صحيح والذين ينكرونه خوارج متشددة ولا إلى آخر ما يقولون كما تسمعون وتقرؤون الآن. ويقول تعاودته البصور وتناوبته الدبور، وهذا مما يؤكد أن العالم لا يتساهل في الأمر وأنه يجب الحسم وإزالة المنكر ولا يترك ويتهاون معه، لأن ذلك يمكنه
بارك الله فيك. نكتب على القدر، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.